يعجز اللسان عن وصفها. أنا متشرف بتواجدي مع فضيلة الشيخ رشيد بن عطاء الله، ووجه تحية لكل المصلين، وحد الله شمل الأمة الإسلامية وعلمنا الله، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. والله لست معتاد على هذه الكلمات وهذه العيون تنظر إليه، فجزاكم الله جميعا ألف خير، وأنا متشرف بوجودي معكم، بارك الله فيكم. هذاك اللي دا 19.50 وليد غليزان، هذا يا سي محمد هذاك من حفظة القرآن الكريم، وراني نوي في راسي باللي كي نروح ندير له نهار من نهارات ندير له احتفال في الجامع نتاعي. تعرف عليه من حملة القرآن وعجبني فيه، يا ودي الله يحفظه. قال له ذاك الصحفي، قال له كيف هذه 19.50 وانت الاول ولدا؟ قال له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال له هذه العلامة بفضل القرآن الكريم. وبي أمه كي سمعوا عيط لهم الوزير تاع التربية، قال لهم العلامة وطنيا هو الأول. أمه هبطت سجود الشكر، بيه هبط سجود الشكر.